خبراء الأمم المتحدة المختصين بالصحة حذروا من أن أكتر من مليار شخص معرضين أنهم يفقدوا سماعهم لأنهم بيحطوا السماعات بتاعة الودن اللي بيسمعوا بيها الأغاني لساعات طويلة كل يوم، وقالوا أن الأشخاص اللي عمرهم من 12 سنة ل 35 سنة معرضين بصورة كبيرة أنهم يتصابوا بفقدان السمع بالصمم، وأنهم هيفقدوا سماعهم بشكل ما فيهوش رجعة بسبب الأصوات العالية اللي بيسمعوها لفترات طويلة من السماعات. وده نفس اللي حذرت منه قبل كده وزارة الصحة المصرية النهاردة أيضا في بيان رسمي، وقالت أنه السماعات دي خطر كبير على سماعنا، والشخص اللي بيسمع موسيقى من السماعة لفترة طويلة ممكن يفقد سمعه نهائيا. منظمة الصحة العالمية كانت في فترة حذرت من أن من بين كل 20 شخص في العالم في شخص مصاب بضعف السمع، وقالت أنهم حوالي 432 مليون شخص بالغ و34 مليون طفل، ومعظمهم اللي كانوا عايشين في الدول الفقيرة والدول المتوسطة في الدخل، وإن في سنة 2050 هيوصل عدد اللي بيعانوا من ضعف السمع ل 900 مليون شخص حول العالم. معنا على التليفون دكتور أحمد مصطفى مدير معهد السمع والكلام، أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. مليار شاب مهدد بفقدان السمع، ده رقم مخيف جدا. فكرة أن أنا أحط سماعة في ودني وأن أنا أسمع موسيقى بصوت عالي، فكرة، هل حضرتك يعني كطبيب متخصص فعلا بترى أنها خطرة؟ مساء الخير يا فندم. طبعا دي موضوع من زمان موضوع، وعارفين القصة دي، وياما نبهنا على المواضيع دي كلها، إن هي السن بتاع الشباب اللي كانوا بيسمعوا الأغاني الميتال والأغاني الروك والحاجات دي كلها بأصوات عالية لفترات طويلة وغير متقطعة، دي ممكن يصابوا بضعف في العصب السمعي لو تعرضوا لها الأصوات عالية. عشان كده حضرتك حتى السماعات اللي موجودة، أنهي سماعات اللي هي الهيدفونز دي ولا السماعة اللي بنحطها في ودنا؟ لا، حتى السماعات اللي بنحطها في ودنا، بس مش معنى الاتنين؟ كده يعني حضرتك السماعة اللي بتحطيها في ودنك وبتتكلمي فيها في مكالمة بسيطة ما فيهاش أي تأثير، لكن السماعة اللي بتسمعي بيها، نفس السماعة دي لو قعدتي تسمعي اغاني بصوت عالي جدا لفترات طويله، دي ممكن تاثر على يعني انا دلوقتي لو انا طول النهار حاطه سماعه في ودني وقاعده بتكلم في التليفون مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، المشكله في الموسيقى العاليه بالظبط. هادي حتى التليفون بتاع حضرتك او التليفون بتاع اي حد بيجي عنده السماعه بتدي ضوء احمر، معناه ان ده خطر، لازم تقللي صوت عن الضوء الاحمر ده، ان كل ما زاد الاصوات العاليه كل ما كانت تأثيرها على الأذن الداخلية أكتر، وكل تأثيرها على العصب. أنا بس عايزة أفهم من حضرتك تاني، أصل في نوعين من السماعات، الهيدفونز اللي هي سماعة بنحطها كده بتبقى بره الودن، وفي السماعة الصغيرة اللي بتدخل جوه الودن، أنهي فيهم الأخطر؟ الاتنين هما فيهم خطورة، الاتنين لو نفس الخطورة على شرط، بس هيكتب يا حضرتك نبقى عارفين إمتى نبقى فيها الخطورة، لو سمعنا أصوات عالية لفترات طويلة تمام وغير متقطعة. طيب. أصوات عالية لفترات طويلة بالضبط. وغير متقطعة، درجة الخطورة في السماعة اللي هي الكبيرة دي الهيدفون دي اللي بنحطها، نفس السماعة اللي هي جوه الإير بيس اللي بتقال عليها إير بيس، هم الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض بالظبط فطيب المفروض نعمل إيه؟ المفروض طب حضرتك إن إحنا ما نوصلش للدرجات العالية دي في سماع الأصوات دي. دي نصيحة بنقولها بمناسبة اليوم العالمي للسمع تمام، وده من الحاجات اللي هي شعار منظمة الصحة العالمية اللي هو العناية بالأذن والسمع متاحة للجميع، إن احنا ما نسمعش الأصوات العالية خصوصا الشباب والأغاني اللي أصوات عالية جدا بسماعات سواء كانت الهيدفون أو السماعات اللي داخل الويب لفترات طويلة. دي أهم نصيحة نقولها. طيب يعني الناس اللي عندها ضعف بالفعل في السمع يعني المفروض نصيحة حضرتك ليهم ايه علشان الموضوع ما يتدهورش اكتر؟ حضرتك الناس اللي بيبقى عندها مشكلة في السمع بيبقى في نصائح كتيرة ليهم، منها عدم التعرض للاضواء، يعني حتى لو حضر فرح في صوت عالي جامد جدا ده المفروض ما يقعدش في اماكن قرب المكبرات الصوت العالي. نعم. ممنوع عنه مثلا لو هو بيشترك في
دورات تدريب مثلا ضرب نار او رمايه او حاجه زي كده، ممنوع عنه الحاجات دي. ممنوع عنه بعض الادويه المعينه. ممنوع عنه ان هو يقعد في اماكن فيها اصوات عاليه. دي كلها حاجات ممنوعه عنه، اللي هو عنده اصلا ضعف سمع. طيب أشكر حضرتك دكتور أحمد مصطفى، مدير معهد السمع والكلام. طيب